يقول السائل محمد: فضيلة الشيخ، لي والد يفرق بيني وبين إخوتي في المعاملة وفي أمور كثيرة، مع العلم بأن إخوتي أصغر مني عمرا، فماذا أفعل مأجورين؟ عليك الصبر والاحتساب، والوالد يجب عليه العدل بين أولاده في العطية وفي التعامل معهم، ولا يحيف أو يجور مع بعضهم، لأن هذا يورث شرا بينهم، فعليه بالعدل. نعم.